لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. المسيح قام، المسيح قام، وهذا يعني أنه هو الله حقا. المسيح قام، وهذا يعني أنه يوجد بالحقيقة عالم روحي، عالم حقيقي وخالد. المسيح قام، وهذا يعني أن الحياة أقوى من الموت. المسيح قام، وهذا يعني أن الخير أقوى من الشر. المسيح قام، وهذا يعني أن كل آمال المسيحيين مبررة. المسيح قام، وهذا يعني أن كل صعوبات الحياة تم حلها. القديس نيكولاي فيليميروفيتش. المسيح قام.